يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله الحمد لله. فرحانة؟ لا انت مش فرحانة ولا ايه؟ اكيد فرحانة ان انا هجيب اخ واخت الملك عشان ما تبقاش وحيدة. ما تقوليش كده، ملك عمرها ما كانت وحيدة ولا هتبقى وحيدة طول ما انا موجود. انا بقى فرحتي الحقيقية ان ربنا هيكرمني بعيل منك، واد صغير او بنت صغيرة، اللي يجيب ربنا كله كويس. الحمد لله ربنا يخليك لينا احسن. ما يحرمنيش منك يا مان. بقول لك ايه صحيح؟ مالك نمت؟ نمت يا حسن. نمت؟ يا ما انت كريم.
ينزلوا. ايه راح عامل ايه؟ فتشوا العربيتين. يا محمد انت بتسالني انا في ايه؟ دلوقتي هتعرف بعد ما يخلصوا تفتيش. يخلصوا تفتيش؟ الحكومه دلوقتي بتفتش لعب الاطفال يا محمد بيه هلالي اخويا الصغير. لو انت الصادق دول يفتشوا عن السلاح اللي انت بتهربه. يا حسام يا هلالي يا اخويا يا كبير. سلاح؟ انت اتجننت ولا ايه؟ احترم نفسك واتكلم كويس. انت مواطن وانا ظابط وبيفتشوا. واظن لحد دلوقتي انا بكلمك بكل احترام. ماشي يا باشا. ماشي يا سعادة الباشا. ادي الجمل وادي الجمال. شفت الادب؟ اكلمك بادب اهو. مفيش حاجه فهمت. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه يا سعادة الباشا. يعني عيب تبادل اخوك كبير قدام الناس. انا اللي مربيك. ما عشان انت اللي مربيني انا فاهمك كويس. بس حلو. ملعوبة يا حسين. بس مش كل مرة هتسلم الجرة. سلام يا سعادة الباشا المقدم. يعني انت كنت عارف؟ اه. وما قلتلناش ليه يا عمو؟ ما كانش ينفع اقول لك. ووطي صوتك يمين فوق ممكن تسمعنا. اقول لك ايه؟ اقول لك خير؟ اقول لك عشان تعمل لنا مصيبة؟ ولا عشان العيال اللي معاك الخضرة دي يبان عليها؟ انا الخبر جالي قبلها بكلام فاضي، المعلومه جات لي قبلها بثواني، كان لازم اغير كل الترتيبات، والحمد لله، الحمد لله ان احنا عرفنا. انت ناسي انا اخويا مين وفي اداره ايه؟ وبيشمشم ورايا بقاله قد ايه وشاكك فيا؟ جرى ايه يا علو؟ ما تفتح دماغك. احنا كنا خلاص. خلاص الحمد لله، لا كنا ولا كان، خلينا في اللي جاي. ومين اللي بلغ؟ هو في غيره؟ الكلب ابن ما علينا. طرطالي ودانك. الترتيبات كلها اتغيرت. التسليم بكره وانت اللي هتروح لوحدك ومش عايز حد من الرجاله يعرف لا بوب ولا عريان ولا دولار. انت بس هنعلم قدها ولا برقبتي يا عمو. مساء الخير. مساء النور محمد. ما سالتش على اختك شاهندة؟ بسال عليها ليه؟ ما اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. هي مش سابتنا وراحت اتجوزت المعفن ده؟ عيب يا محمد اللي انت بتقوله ده. مهما كانت برضو اختك. اختي ونيلتي انا ماليش اخوات. يا محمد ما ينفعش كده. أختك شهندة وحسام أخوك، ما ينفعش تتكلم عليهم بالطريقة دي، ما ينفعش. بقول لك يا ماما، الأخ اللي اتحول من ظابط لتاجر سلاح ويعيش على دم الناس ما يشرفنيش إنه يبقى أخويا. إيه التخريف اللي أنت بتقوله ده؟ أنت اتجننت يا واد؟ شكلها هي دي الحقيقة يا ماما، ما سألتيش نفسك جاب الفلوس والعربية والشركة دي منين؟ ولا دخل عليك الكذبة اللي هو كدابها عليها؟ أخرس! أنا ابني مش كذاب. قطع لسانك. أنا ابني صادق في كل كلمة بيقولها. أنا ربيتكم أحسن تربية. بس واضح كده يا ماما ان انت ربيتيهم غلط وما تمرش فيهم التربيه. ليه؟ ليه يا محمد؟ مش هو ده البيت؟ مش هي دي العيله اللي شقيت طول عمري علشان الملمها والملمكم حواليا؟ دلوقتي بقيت انا اللي غلطانه. انا اللي غلطانه دلوقتي يا محمد. ليه؟ ايه اللي غلطت فيه؟ انا غلطت في ايه يا محمد؟ غلطت في ايه؟ غلطت في ايه؟ العواف عليك يا عسل انت. ايه يا طاهر العواف دي؟ هو انت في بلدكم؟ انت هنا في مصر. وبعدين ايه ده؟ ايه اللي عمل في وشك كده؟ انت اتخانقت مع حد؟ لا يعني ما تكبريش الموضوع، يعني زي ما تقولي كده، يعني كان في اتنين صحابي بيتخانقوا مع بعضيهم، فاني يعني دخلت احجز ما بينهم. ودخلت تحجز يعملوا فيك كده؟ ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه، وعلى راي المثل يا داخل بين البصله وقشرتها ما ينوبك الا صنتها. ايه يا طاهر الامثال المقرفه اللي انت عمال تقولها دي؟ بقول لك يا طاهر، لو عايزنا نكمل مع بعض يبقى لازم تتعلم الاتيكيت. ايه؟ وماله؟ لا دي حاجه سهله.
ده أنا عشان خاطرك أتعلم الكتاكيت وأزغط بط كمان. بط إيه وكتاكيت إيه يا طاهر اللي أنت بتقول فيها دي؟ يا طاهر بقى فهمني. أنا فهمك والنعمة الشريفة فهمك. قولي لي. الولا حسام نام؟ إيه ده؟ وأنت بتسأل ليه على حسام؟ قولي لي بس كده يعني ردي كده على ضوء. الواد نام. نام. طب يلا. يلا ايه؟ اسمعيني على الأوضة. ايه ده؟ أوضة ايه اللي أنت بتقول فيها دي؟ لا 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 أنا تعبانة جدا. وأنت فيه إيه بينك وبين الأوضة؟ يعني كل ما أقول لك اسمعيني على الأوضة تقولي لي أنا تعبانة؟ ما هو دي مش طريقي. كل العرسان اللي في الدنيا بيخشوا على مراتاتهم، ولا يعني هي جت عليا؟ بص يا طاهر، أصل الموضوع ولا يعني... أصل بلا فصل. أنا الليلة دي قتيل الأوضة، أنا مش هسيبك إلا لما تسبقيني على الأوضة. اسبقيني على الأوضة لو سمحتي. لو سمحتي على الأوضة. على الأوضة. واطلبي المطافي. نورت بيت أخوك. اتفضل يا محمد بيه. العز ده يا حسين. عز من فضل ربنا يا محمد بيه. فاكر يا حسين واحنا صغيرين؟ كنت دايما بتقول لي اوعى تغلط يا محمد، لان اللي غلط لازم هيتحاسب. صح يا محمد. اللي غلط لازم يتحاسب. انا هقبض عليك يا حسين. لان اللي غلط لازم يتحاسب. مش انت اللي علمتني كده؟ تقبض عليا؟ طب تعالى نقعد نتكلم الاول وبعدين ابقى اقبض عليك. انا ما شرفنيش اقعد في بيت زي ده جاي فلوسه من دم ناس. حافظ على كلامك ولاحظ انك بتكلم اخوك الكبير. انا مدرك انا بقول ايه كويس. انا عارف ان انت تاجر سلاح يا حسين. تاني يا محمد؟ تاني تاجر سلاح؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك، انت بجد ظالمني. ما عشان في يوم وليله يا حسين تبقى عايش العيشه اللي انت عايشها دي، حاجه من التلاته، يا بتتاجر في السلاح، يا بتتاجر في المخدرات، يا اما ورثت. وانا ما تقلقش ان في حد في العيله مات وراي. انا مش فاهمك، انا مش فاهمك يا محمد. انت كمان مستخسر فيا العيشه دي بعد القرف اللي انا شفته والظلم اللي انا اتظلمته مستخسرها فيا؟ انت قلبك اسود قوي يا اخي. وانا ما اعرفش ان قلبك كده، ما اعرفش. وانا ما اعرفش ان انت كمان قلبك كده. بس من ساعه ما قبلت تتجوز الست اللي انت قتلت جوزها وانا انت اتجننت ولا ايه؟ افرض سمعتك انت ايه؟ خرجت في مخك؟ ست مين اللي انت بتتكلم عنها دي يا محمد؟ مفيش حاجة يا مان، أنا محمد شاكين. مين الست اللي بتتكلم عنها دي يا محمد؟ أنت بتتكلم عني أنا؟ أيوة أنت يا إيمان. معتزة ماتش بسبب المأمورية. مات إزاي يا محمد؟ حسام زقه من على الجبل ووقع غصب عني. والله العظيم ثلاثة غصب عني. احنا كنا واقفين لما كان منصور ليه حرام عليك؟ ليه؟ يعني بقى بينا دم، في بينا عيل جاي. فتسمعيني، حقي عليكي انك تسمعيني. اقسم بالله العلي العظيم اللي حصل ده ما كان مقصود. يا ايمان انا كنت اعمى وكنتش شايف قدامي غير طار سلمى ومنصور.
اللحظة اللي بضرب فيها منصور معتز جه يحش زقته وقع من على الجاب غصب عني. فرق كبير بين انك تموتي حد قصدا وانك تموتيه غصب عنك. فرق كبير ان انا ابقى زق من على الجاب عشان اموته واني كنت اعمى. انا لما اتجوزتك كنت عشان اخدك في حضن انت وملك عشان تبقي تحت عيني. معتز ده كان صاحبي واخويا وظهري. غلطوا عنك من غلطوا عندي ولازم تصدقيني، لازم تصدقيني. انت هتبقي ام ابني. بلاش البصة اللي في عينيكي كده. انا مش قاتل والله ما قاتل. محمد مجنون، محمد في دماغه مش هتكذب؟ والله ما بكذب. لا تكذب يا حبيبتي. مصدقاني؟ مصدقاني؟ طلقني يا حسين. زعلانة منك كده برضو. كل دي غيبة اخسى عليك. انا اقدر يا لولا، ده انت روح قلبي. بس الدنيا مشاغل وانت فاهمة. المهم عاملة ايه مع حالة امه؟ هعمل ايه يعني؟ ادي بيرازي فيا وبرازي فيه لما اشوف اخرتها. لا اخرتها فل الفل ان شاء الله. اصبري على الزبون لما يستوي عشان الفيلم بتاعنا يخلص. ماشي، اديني صبر. المهم انا بعت البواب عشان يجيب لنا اكل نتغدى سوا. الله الله الله، هو حالة امه مش جايه النهارده ولا ايه؟ بقاله اسبوع بيجي متاخر، اصل المدير بتاعه مخنوق منه ومستقصده، بيخليه اخر واحد يمشي في الموظفين. بس اوعي يا لولا، اوعي يطب علينا وتبقى مشكله. كده برضو وانا بلعب هنتغدى ونريح شويه كمان. الله 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 الله، يعني نظبط المسائل ونعيش حياتنا؟ ده انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. قشطة عليكي يا لولا يا اولى. تصدقي بنت لولا، تصدقي بالله انت وحشاني موت. وانت كمان. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ على فكره يا عمر انت فاهم غلط. فاهم غلط؟ من الواضح كده ان انا فاهم صح. لا مش عايز دماغك تروح بعيد. انا عايزك تخلص خالص. انت النهارده لازم تموت. لا اسمع بس، ده باين عليها ليله هتبقى غامقه. اخلع عنك. استنى، معاكي ربنا يا لولا. انت اللي طلعتي جبانه وقذره. لا 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 يا عمر، انا هفهمك. اصلي راسي خالص. لازم تموتي. يا عمر لا تموتي واغسل عاري بايديا. لولا، لولا ردي عليا يا لولا. لولا ردي عليا يا لولا. يا لولا، يا لولا انا جبت الطلبات. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يا عمر؟ معرفش، انا دخلت الشقه لقيتها مرميه على الارض. اتصل بالاسعاف بسرعه. بسرعه. حاضر. لولا ردي عليا يا لولا. الله، الله يبارك فيك يا مستر البير. بس انت عرفت منين حكايه الكمين اللي كان معمول للشحنه ده؟ انا بعرف مين اللي عمل هالعمله ومين اللي وراه. ما حدا بيعمل هيك مع البير وبيخلص. راح عاقبه اشد العقاب. ما تقلقش، عموما انا كمان عارف مين اللي وراه. احنا قدها ودود، كله تحت السيطره يا مستر البير. مع السلامه. مع السلامه. هترد يا ايمان. وصلت يا دياب وطلع منك اخيرا. دياب صار كثير خطر علينا، انا تاكدت انه هو بلغ الشرطه عن شحنه حسام، وهذا بيعني انه ممكن يعمل شيء يأذينا نحن كمان. دياب انتهى بالنسبه لي. مفهوم؟ مفهوم.
كده يا ايمان ماشي. يا ميت بونجور على اجمل فوكس في جمهوريه مصر العربيه. ايه الدخله دي؟ ما انا قايل للسكرتيره ما حدش يخش عليا. جرى ايه يا فوكس؟ رد الصباح الاول. احنا هنرجع لنا ولا ايه؟ يا جنرال بنصبح عليك زي كل يوم، ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل انتم معطلين الشغل ومعطليني وهتضيع وقتي. الله 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 الله، في ايه يا عمهم؟ ليه الوش ده؟ ايه يا باشا في ايه؟ فوق لها كده وهات وخد معانا. بقول لك يا بابا مش عايز رغي، انا فيا اللي مكفيني وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، سيبوني لوحدي. مش هنسيبك يا فوكس، احنا كلنا في مركب واحده، ولا انت نسيت ولا ايه؟ خلاص مش هتسيبوني، اسيبكم انا واسيب لكم المكتب. ايه ده؟ ده بجد بقى؟ ماله يا جماعه في ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل له النهارده. على فكره يا جماعه في حاجه مضايقاه مش عايز يقول لنا. بس لعله خير ان شاء الله. تعال بينا. انا عارف انك مخنوق ومتضايق من اللي حصل بينك وبين الست حكمت، بس معلش ان شاء الله هتروق والميه هترجع لمجاريها. مش بس الست حكمت يا وهداء، احنا قاعدين بنضيعه. لا لا يا سيدي ما تقولش كده، انا رقبتي فداك. طب اطلب اي حاجه وهتلاقيها حداك طوالي. بس يا سيدي حودنا عن طريقنا شوية ووقف في سكتنا شوية عيال الحرام، بس احنا جديها وجدود وقادرين نزحهم من سكتنا. ايوه ونسدوا عليهم طريقهم كمان، بس بشرط يا سيد نعاودوا زي الاول. كيف يا وهداء؟ انا اقول لك كيف يا سيد؟ هو يعني اللي خلق البير ما خلقش غيرك؟ الدنيا واسعة، وأنا من بعد إذنك اتجزت وشمشمت وعرفت إن الصواينة واعرين قوي في تجارة السلاح ومعاملتهم زينة كمان، فإحنا نروح وندقوا عليهم الباب، وإن فلحناش يدقوا باب تاني وتالت ورابع وخامس. سكة أبو زيد كلها مسالك يا سيد. وبعدين يا سيدي انت دياب البطاش، دياب البطاش، ما ينفعش الخلق يتلموا عليه ويعجزوه ويكتفوه، انت الكبير يا كبير. يبقى ظبط معاد معاه. كنت عارف من الاول انك اصدق واحد فيهم يا وهدى. يا سيدي دياب صوعك مش زي بعضيها، والراجل اللي يهم الناس يبقى راجل قليل الاصل. وانت ما ربيتش وهدان على كده بالاذن انا ياسي. مني يا دكتور. الأشعة والفحوصات بيقولوا إنها خدت خبطة جامدة على راسها، عملت لها ارتجاج في المخ وارتشاح بسيط، ودول أدوا لدخولها في غيبوبة. طب يعني كده ممكن يحصل إيه يا دكتور؟ بص، أي خلل بسيط في المخ ممكن يبقى له عواقب مش كويسة، عشان كده بنحاول نعالج الارتشاح الأول وهنحطها تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة. إدعي لها بقى ربنا يقومها بالسلامة. يا رب. أستر يا رب. دي لو ماتت هروح في داهية. أروح في داهية ليه؟ دي خاينة وتستاهل الدبح. أيوة بس محدش شاف خيانتها غيري، ومليجي الكلب ده أكيد هرب، ولو قلت الحقيقة محدش هيصدقني وهيفتكروا إن قلت كده عشان أخلص منها. أستر يا رب. يا دي الخراب المستعجل، أعمل إيه بس يا رب يا رب.
ازيك يا ماما؟ انت ايه اللي جابك؟ انت نسيتي اللي عملتيه فينا؟ يا ماما انا ما عملتش حاجه غلط، انا اتجوزت. اتجوزتي من ورانا ومن غير رضانا؟ ولا نسيتي ان انا قلت لك ان الجوازه دي مش ممكن اوافق عليها ابدا؟ انا مش صغيره ومن حقي ان انا اختار حياتي لوحدي. كبرتي علينا يا شهندة. العفو يا ماما، كل الحكايه ان انا استخدمت حقي في الاختيار. ولو طلع اختيارك غلط هتحمل نتيجته لوحدي، عشان كده سبت البيت. مش عايزه احملكم المسؤوليه معايا ولا شايلكم ذنبي. كده يا شهندة تتجوزي من غير امك ما تكون معاكي؟ هو انت عليكي؟ هو انت عليكي يا شهندة تسيبيني المده دي كلها لوحدي؟ على عيني والله يا ماما، بس انا خفت من رد فعلكم فقلت ابعد شويه لحد ما الامور تهدى. وحشتيني قوي يا ماما. انت كمان وحشتيني. خديني في حضنك. ادي ايمن ما تعمليش في نفسك كده. انا ازاي يا ماما؟ ماما انا حاسه ان انا اغبى واحده في العالم، ده خدعنا كلنا. ماما الراجل اللي انا اخترته يحميني انا وملك طلع هو اللي قتل معتز، انت فاهمه يعني ايه؟ مقدر ومكتوب يا ايمان، مقدر ومكتوب يا حبيبتي. لا يا ماما انا مش هفضل متجوزه الراجل ده ومش هخلف منه. يعني عايزه تعملي ايه بس؟ هسقط البيبي يا ماما. ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ده بالطاهر المصطهي؟ ايوه هو، اي خدمه؟ اني هانم. هانم مين؟ هانم مراته ودول عياله. مرات مين وعيال مين؟ انت اكيد غلطانه في العنوان. انا هاني مرات طاهر المصطيهي، كان مطلقني وردني ايام الانتخابات لمصلحتي، ولما غاب عليا وبقالي اكتر من شهر ما سالش عليا انا وبناته، قلقت عليه، قمت كلمته على الموبايل لقيته مقفول، قمت كلمته على تليفون الشركه قام رد عليا كامل اخوها الله يكرمه، واداني العنوان ده، واديني واقفه قدامك اها. يعني انت مرات طاهر المصطيهي؟ ايوه النعمه الشريفه، ودول بناته، حتى شوفي كده قطعيه منه. فانت يا طاهر تضحك عليا انا وتطلع متجوز ومخلف؟ ده انت وقعتك سودة بس اما اشوفك. قال لي قولي لي انت مين يا حلو؟ انا المغفله يا حبيبتي اللي ضحك عليها واتجوزها عليكي، درتك يعني. يا لهوي حسام، من فضلك ما تقفليش السكه، عايز اتكلم معاكي شويه. مفيش كلام بينا. لا في بينا ابننا. ابنك ده انا هنزله اول ما اقدر. انت بتقولي ايه؟ انت فاكرني لسه عايزه اخلف منك؟ مساء الخير. يا ألف حمد لله على السلامة يا جوز يا حبيبي. اهدي. انت قلتي جوزك حبيبك؟ اه، هو مش انت جوزي وحبيبي؟ ده ايه العز اللي انا فيه ده يا اولاد؟ ده انت تتحزني النهارده. ليه يا روح اتحزن؟ اصل انا من ساعه ما اتجوزتك وانت ما قلتليش كلمه واحده حلوه تبل الريق. هو يعني عيب ان الواحده تدلع جوزها حبيبها؟ لا.
لا هو مش عيب ولا حرام، ويا رب يا رب يفضل مزاجك عنب كده على طول. فعلا يا حبيبي، انا مش عارفه النهارده ليه مزاجي عنب كده على الاخر. هو النهارده الخميس واني مش واخد بالي؟ لا السبت. ايوه بس تحسي انه عامل فيها خميس كده. انت تخشي تعملي لنا لقمه ناكلها وتسبقيني على الاوضه، لان النهارده شكلها ليله مفترجه. عينيا يا روحي يا حياتي يا قلبي، ثواني واخلي الخدامه الجديده تحضر لنا العشاء. هو انت جبتي خدامه جديده؟ يا حبيبي جبتها عشان تساعدني في شغل البيت. دي ست طيبه قوي قوي، استنى ما اعرفك عليها. يا هانم. وما لقيتيش غير الاسم ده؟ ماشي يا هانم، تعالي سلمي على سيدك طاهر بيه. والله ما عرفت الناس كنوز برضك. ازيك يا سيطار؟ يا ساتر يا رب، هانم. ايوه هانم، اللي سبتني انا وعيالك بقالك اكتر من شهر. انت ايه اللي جابك هنا يا وليه يا بنت الكلب انت؟ كامل اخوك الله يستره. الله يحرقه بجاز وسخ مطرح ما هو قاعد. اله يا رب اعدمك انت وكامل المنات تنده في يوم واحد. طاهر، هو انت ليك عين تتكلم؟ ده انت مصيبتك مصيبتين، تخبي عليا ان انت متجوز وعندك عيال وكمان راميهم وما بتسالش فيهم يا جاحد. ما هو انت يا ست شاهندي لو عرفت الحقيقه هتعذريني. حقيقه ايه يا ابو حقيقه؟ ما انت خلاص انكشفت على حقيقتك واللي كان كان. انا طلقتيه عشان اعرف اتجوزك وما يبقاش ليكي ضري، وبعد كده صعبت عليا عشان خاطر البنات الصغيرين فقلت ارده. شفتي بقى ان انت ظلماني؟ انت اللي ظلمتنا معاك يا غدار يا خسيس. اني؟ ايوه انت، وانا لا يمكن اكون سبب ابدا في حرمان ولاد من ابوهم مهما حصل. الهي ما يحرمني منك يا استشهندي. نزلي ايدك يا وليه يا خرفانه انت. طب الهي يحرمني منك، يحرمني منك انت وبناتك في ساعه واحده. انت تحطي بلغه قديمه في بقك وتخرسي خالص، انت فاهمه ولا لا؟ الله يسامحك يا سيطار. انت ليك عين تتكلم بعد العمله المهببه اللي انت عملتها دي؟ انت تحطي ايدك زي ما انت عايزه، وبعدين انت تأمري واني انفذ. شوف انت عايزه ايه واني موافق. انا بقى اللي انا عايزاه ان انت. واني موافق. روحي وانت. سايق عليك النبي يا استشهندة تقبليني خدامه عندك هنا في البيت لاجل العيال يتربوا جنب ابوهم. انا خايفه عليهم يتشردوا من بعد ودول ولايا مكسورين الجناح. ها قلت ايه؟ امشي اطلعي بره يا وليه خرفانه انت، وخدي بناتك معاكي. طاهر يا عيون طاهر، انا موافقه يا هانم ان انت تقعدي انت وولادك معانا هنا، على الاقل يبقى ضميري مستريح. الهي يصبر بخاطرك يا اميره يا بنت القمر. نزلي ايدك. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ايه ده؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. اللي انت سمعته هو اللي هيحصل، يا اما هاخد ابني وارجع بيت اهلي وهخليك تطلقني. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. ماشي يا كامل، لما اشوفك اما قرقشتك بسناني ما بقاش اني طاهر المصطفى. هو عليك. نعم. تجننتي؟ بالعكس انا عقلت، عيني فتحت. ولا عيني فتحت يموت ابنه ايمن؟ وانت عايزني اخلف منك انت؟ بص يا ايمن، انا واقف قدامك اهو، عايزه تنتقمي مني انتقمي، عايزه تذبحيني تولعي فيا اعملي اللي انت عايزاه، لكن ابني لا، ابني لا يا ايمن. مستعد بعد ما تولدي اخده ونختفي من وشك خالص، لا هتشوفيني ولا هتشوفيه. مش هتموتي ابني يا ايمن. زي ما حرمت بنتي من ابوها هحرمك من ابنك. انت مخك فيه ايه؟ قلت لك ما كانش قصدي، ما كانش في دماغي غير منصور بطاش، وبعدين ما هو مش ابني لوحدي، ابني صنع ابني. بقيت اكرهه زي ما بكرهك. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بص يا مان، حقوقك وحقوق ابني هتوصلك وعليهم ورقة طلاقك، بس لو اذيت ابني هضايقك. فكري، ابني لا، لو انت مش عايزاه انا محتاج له. Thank you.
تاني يا كامل يا منتن؟ تاني؟ اعمل ايه في لسانك اللي عايز يتقطع ده؟ ونعمل ايه يا اخويا يعني؟ ما هاني مراتك هي اللي ضحكت علي وفهمتني ان سيده بنتك هتموت، فقلت يعني لازم ادلهم على مكانك. مكاني؟ اهو انت بغباوتك دي خليت شاهين ده مراتي تعرف انني متجوز عليها وعندي عيال. والمهم شاهين ده عملت ايه لما عرفت؟ هتكون عملت ايه يعني؟ ولا حاجة، زعلت شوية وبعدين رضيت بنصيبها. أصل يا واد يا كامل شهندة دي بتحبني قوي وتخاف عليا زي الهوى الطاير. طب ربنا يهنيكوا ببعض يا أخوي. هيهنينا إزاي؟ هيهنينا إزاي وأنت باصص لنا في عيشتنا؟ طب ده أنا ساعات ببقى ماشي في الشقة ألاقي عينك على الأنتريه. هيهنينا إزاي وأنت خليت هانم وبناتها يقعدوا معانا؟ هي هانم وبناتها بقوم قاعدين معاكم؟ ايوه، صعبت على شهندي هي والعيال، قالت لي حرام لازم يقعدوا معانا. طب والله يا اخويا فكره حلوه، اهو يلم شملكم وتبقوا اسره ببعضيكم. تو عليك يا واد، ده انت نيت النتاني، ده انا هقطعك حتت وحوزع لحمك على الغلابه، ومش اي غلابه، الغلابه اللي ما بحبهمش. 我们生产的各种武器 并且呢，运往世界上各个国家，并且呢，我们的价格呢也是非常的优惠。告诉他，إحنا نصنع سلاح ونصدر لكل العالم بتسهيلات وإيثار خالق المنافسة。أنا عارف عنكم كل حاجة، عشان كده طلبت قبلكم.他说他早就听过打咱们的代理，所以今天来给咱们谈一谈。Diab先生呢，我们随时恭候您。إحنا في خدمتكم وتحت أمركم في أي وقت يا Mr. Diab。عاوز أسألكم. لو اخذت من عنديكم شوية اسلحة آلي ونص آلي هتدفعوني كم؟ كم حجم الكمية اللي انت عايزه؟ احنا دلوقتي هنجربوكم، هتكون عملية صغيرة بس لو صحصحتوا معايا هنشتغلوا ياما. ياما؟ يامي بالصيني شون جهورو يعني كتير يعني. اوكي اتفقنا، هنوادر لك التشكيل اسلحه خفيفه ما بين آلي ونصف آلي، والمسدس خفيف كلهم في حدود الألف قطع بحوالي $1,000,000. $1,000,000؟ 这个价格呢也是特价，为了促进呢巩固我们之间的关系，并且呢我们把货会送到埃及，你们加门口，我们只有这是也是我们的特点之一。但是哈斯阿山投推阿拉伯贝纳纳乌贝纳库，我特斯拉库姆比达哈迪巴布马哈金库，我马非达伊里斯托费克里在哈提哈拉布哈安特里尔胡杜，达米克提萨斯纳。你这，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 
当然了，这是我们的特色职业嘛，只有在我们这里才有这种服务。احنا نسلمكم الودار حتى باب المخازنكم وخدمة دي مش هتلاقي غيره عندنا. هو ده الكلام الصح والصح كمان. وي لبيو دا ومن تشيي نا ومن سين شو ني 50 وان د هو كوان لين واي 50 وان دا زاي جاو هو د شو ومن دا شو ني لا اثبات كديتنا مش هناخد منك مليون دولار على مرة واحدة، هناخدها على مرتين، دفع قبل العملية ودفع بعد العملية. يا رجالي ده انا اشتغلت مع ناس بياخدوا الفلوس قبل اي حاجة. ومخ بيرن ميو كواني شبا، ومخ ومن الكهو جيزينا يو ومن الكودين الجوي فانشي. احنا مش نهتم بالاخرين، عندنا نظام خاص مع الزباين. انتوا من الصينيين دول عملتوا كل حاجه حتى السبح والفوانيس، مش ناقص غير انكم تعملوا بني ادمين. اهدى اوكي يا مستر سونج، اي ويل ميك ا ديل وذ يو. برافو يا رجال، برافو، تشيرز.
من فضلك عايز اطلب منك طلب. اتفضل. عايزاك تساعدني انزل البيبي. صعب يا مدام ايمان، انت جيتي متاخر. احنا فضلنا وراها متابعينها من اول ما طلعت من باب البيت لحد الدكتور. وطبعا سبقناها احنا للدكتور واتفقنا معاه وظبطناه عشان يتلف امالها لتنزيل البيبي. واتفقنا معاه ان هي لو جات له في اي وقت يكلمنا فورا. وكل ده حصل تحت اشرافي ولعله خير ان شاء الله. الله ينور عليكم يا رجاله، ربنا ما يحرمنيش منكم. المهم تفضل تحت عينيكم، ما تغيبش عن نظركم ثانيه لحد ما نشوف هنعمل ايه. بالك يا استشهندي، اول ما طاهر ده هو سابني وخلى بياني والبنات حسيت بيه حسيت كاني زي الساقيه اللي من غير طار. طار اول ختمه الشريفه زي ما بقول لك كده. طب كملي، ده انت طلع دمك عسل. ده انت اللي عسل وسكر وقلبك ابيض زي الحليب. طب هي بقى حسيتي بايه؟ حسيت اني ماشيه حافيه وسط الخلق من غير مداس، واني ماليش حيطه تسند عليها. اصل طاهر ده هو الحيطه اللي اني بتسند عليها اني والبنات. يخرب عقلك يا هاني، للدرجه دي بتحبيه؟ وما احبوش ليه؟ مش جوزي وابو عيالي ولحم اكتفي من خيره، ومهما يقلب اصله لازم انا اسامحه واعيش خدامه تحت رجليه. والله يا هاني انت طلعتي اصيله وتستاهلي كل خير. هي الواحدة مننا ليها مين غير جوزها يا ست شهند؟ تعرفي بقى ان انت خسارة فيه؟ كل حاجة اسمه ونصيب، وما فيش واحدة بتتجوز الا جوزها، وما فيش واحد بيتجوز الا مراته. طب ايه رأيك بقى ان انا هربهولك واعرفه قيمتك وقيمة عيالك؟ ايه ده؟ مين اللي بيخبط بالطريقة دي؟ وانيش عرفني، اما قوم افتح. قومي يا اختي بسرعة. ايوه طيب ايوه. طب الطاهر المصطفى؟ ايوه. طب ادخلي لنهاية ستك شاهند. ستي حاضر يا سيدي، اقول لها مين؟ قول لها ساهر. يا ست شاهند فيه واحد عايزك اسمه ساهر. انت ايه الجراءة اللي انت فيها دي يا ساهر؟ انت ازاي تيجي هنا؟ جاي اخد ابني، خصوصا بعد ما اتجوزتي واحد تاني وفضلتيه عليا. طب امشي بقى من هنا احسن لك يا ساهر. انا مش همشي من هنا غير لما اخد ابني معايا. حلك يا جدع، انت رايح فين؟ انا ممكن اشق هدومي واصوت والم عليك الخلق البسك 60 نصيبه كله لست شهند. اطلع بره بقى يا ساهر بره. ماشي يا شهند انا همشي، بس يكون في عينك بقى. ابني هاخده، يعني هاخده بالذوق بالعافيه هاخده، والشطر اللي يضحك في الاخر. مش عايزين نضحك يا اخويا. الهي وانت نازل يفرمك جرارسه وجعنا. خشي. مالك يا ريهام؟ بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ شكلي كده مش عارفة أخلف يا ماما. ليه كفر للشر؟ بتقولي كده ليه؟ أنت رحت للدكتور؟ رحت. وقال لك إيه؟ قال لي إن عندي تكيسات على الرحم، عشان كده ممكن ما أعرفش أجيب بيبي. وهي التكيسات دي يعني مالهاش علاج؟ كتب لي على شوية أدوية، بس ممكن العلاج يطول شوية. طيب يا بنتي، ما دام في علاج خلاص ان شاء الله ربنا هيكرم. قولي لي، انت قلتي لمحمد الحكايه دي؟ لا. طب ما تقوليلوش، وخدي العلاج بتاعك وان شاء الله ان شاء الله هيحصل. ربنا يخليكي ليا يا ماما، انت حنينه قوي. ربنا يخليكي ليا يا ريهام، والله انت غلاوتك من غلاوه شهيده بالظبط. ميرسي يا ماما. الدكتور قال انه صعب انزل الجنين دلوقتي. الحمد لله انها جت من عندك يا رب. في لحظه فكرت انه يعمل لي برضه العمليه حتى لو فيها خطوره على حياتي، بس فكرت في ملك وخفت اسيبها لوحدها. يا ايمان يا حبيبتي، ارجي باللي ربنا قسمهولك، ومهما كان اللي في بطنك ده ابنك او بنتك وهتحبيه، مش ممكن هتكرهيه. كنت فاكره ان انا هكرهه، اكتشفت ان انا بكره نفسي علشان اخترت له الاب الغلط. مساء النور. منزل للسيدة إيمان عبد السلام القاضي؟ أيوة، مين حضرتك؟ أنا محضر من المحكمة ومعايا إعلان طلاقها من السيد حسام نجيب الهلالي.